وبهذه المناسبة العزيزة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة. سعادة السفير، بعد التحية، ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. لو تحدثنا أكثر سعادتكم حول هذا الموضوع. أولا الله يمسيكم بالخير. حقيقة استمدت هذه العلاقة التاريخية والروابط الأسرية العميقة والوطيدة والمتميزة، وزادت حقيقة تمسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله. طبعا سيدي صاحب الجلالة حفظ الله دائما يؤكد على اعتزازه الكبير بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة اللي تجمع بين البلدين، وما وصلت إليه من تعاون وتنسيق مشترك من مستوى متقدم ومختلف في جميع المستويات لتحقيق طبعا تطلعات الشعبين الشقيقين. هذه العلاقة الثنائية بين البلدين شهدت العديد من المحطات البارزة والمتميزة اللي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقة واستمرارها لسنوات طويلة وعقود طويلة. دائما احنا نسعى ومن واجب عملنا ان احنا نحافظ على هالعلاقة ونحاول ان شاء الله انها تستمر لسنوات طويلة وطويلة، ونستثمر فيما يخدم البلدين ان شاء الله وحفظهم ان شاء الله. نعم بإذن الله تعالى. سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.